عدد سكان مصر بيزيد بمعدل 2.4 من 10 مليون نسمة كل سنة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان ل 100 مليون نسمة سنة 2020، وده بيسبب المزيد من الضغط على نظام النقل في مصر. وبتظهر المشكلة بشكل واضح في القاهرة الكبرى اللي بتعتبر من أكبر عواصم العالم ازدحاما. وده بيخلي الطلب على النقل أكبر بكتير من قدرة النقل اللي بتوفره الدولة، والقطاع الخاص بيحاول سد الفجوة دي عن طريق السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، سواء كانت تاكسي أو ميكروباص أو حتى توك توك. كل ده أدى لزيادة الكثافات المرورية وانخفاض جودة الهواء بشكل ملحوظ. ومن هنا كان التفكير والتحرك من جانب وزارة البيئة لتنفيذ مشروع استدامة النقل في مصر بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل، والمساهمة في تحسين نوعية الهواء وتوفير استهلاك الوقود وحل أزمات واختناقات المرور وتقليل الضوضاء. بدأ مشروع استدامة النقل في مصر عام 2009 كأحد المشروعات الوطنية اللي بينفذها جهاز شؤون البيئة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومرفق البيئة العالمية جاف، وبالتعاون مع عدد من الوزارات زي النقل والإسكان والداخلية، بالإضافة لمحافظات زي القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم، وبمشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية. وبيقدم الدعم الفني للمشروع خبراء برنامج النقل بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة. تبلغ ميزانية المشروع 7 مليون دولار، وهي منحة مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، وده بيشجع الحكومة المصرية والقطاع الخاص للمساهمة والاستثمار في المشروع بحوالي 37 مليون دولار. يتضمن المشروع تنفيذ مجموعة من المشروعات الرائدة في المحافظات الأربعة، القاهرة والجيزة والمنوفية والفيوم، بهدف تكرار نفس المشروعات في المحافظات الأربعة والمحافظات الأخرى. نبدأ بمشروع الأتوبيس فائق الجودة اللي بينفذه مشروع استدامة النقل في محافظة الجيزة. وبيقوم المشروع على إنشاء 7 خطوط أتوبيس جديدة بإجمالي 40 أتوبيس عالي الجودة عشان تربط مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ودريم لاند والإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة. والأول مرة في مصر بيتم تصميم الخطوط على أحدث نظم التشغيل المتبعة في الدول المتقدمة بهدف تقديم مستوى خدمة راقي ومتميز عشان يقنع مستخدم السيارات الخاصة بالتحول لاستخدام وسائل النقل العام. المشروع بيستهدف استخدام نظام نقل إلكتروني متكامل وذكي لإدارة أسطول الأتوبيسات ومراقبة التشغيل، وده للمحافظة على انتظام وثبات مستوى الخدمة. ومن أهم خصائص النظام إصدار التذاكر آليا داخل الأتوبيس، بالإضافة لماكينات آلية بمحطات أكتوبر والشيخ زايد، ده بالإضافة لشاشات إلكترونية في الأتوبيسات والمحطات لتوفير معلومات عن مواعيد وصول وتحرك الأتوبيسات. بالإضافة لنظام اتصال إلكتروني بيعرف المستخدم على موقع الأتوبيس من خلال رسائل المحمول أو الحاسب الآلي. والأتوبيسات مكيفة الهواء ومزودة بمقاعد مريحة بتاخد عدد محدد من الركاب، وبالتالي لا يسمح بالوقوف داخل الأتوبيس. ويعد المشروع الرائد نموذج للشراكة والتعاون بين الحكومة ممثلة في جهاز شؤون البيئة ومحافظة الجيزة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، كل ده من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى اللي بيقوم بتمويل شراء الأتوبيسات وتشغيلها، وهيتم السماح للقطاع الخاص بمصادر دخل أخرى غير إيرادات التذاكر زي الخدمات التجارية والمطاعم والإعلانات في المحطات النهائية وداخل وخارج الأتوبيس. وبيساهم جهاز شؤون البيئة في تمويل المشروع الرائد بحوالي 1.1 مليون دولار من خلال المنحة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، مع تقديم الدعم الفني لإعداد التصميمات الهندسية ومستندات الطرح والإشراف على التنفيذ بواسطة الفريق الاستشاري للمشروع. ومن جهته هيقوم جهاز شؤون البيئة بتمويل إنشاء المحطتين النهائيتين والجراشين في 6 أكتوبر والشيخ زايد، ونقطتين التوقف عند دريم لاند ومحطة مترو جامعة القاهرة، ده بالإضافة ل 83 موقف أتوبيس على امتداد مسارات خطوط الأتوبيسات السبعة. كمان هيقوم بشراء وتنفيذ نظام النقل الإلكتروني الذكي والمتكامل لإدارة أسطول الأتوبيسات ومراقبة التشغيل. وأخيرا
هيتحمل المخاطر المالية للتشغيل في العام الأول بعد التشغيل الكامل للخطوط. وكان من أهم مخرجات المشروع الرائد خلال عام إمكانية توفير كميات من الوقود تصل ل 5000 طن بترول مكافئ، وهو ما يوازي توفير 37 مليون جنيه، بالإضافة لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 13 ألف طن.